طبعا على ماتش مصر وكوت ديفوار اللي جاي. لكن الحقيقه قبل ما اختم مقدمه حلقه النهارده لازم اوجه تحيه كبيره جدا 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 بقدر المسؤوليه وقدر المجهود وبقدر العزيمه وقدر الروح وبقدر الاصرار الكبير جدا اللي تحسه عند شباب الاهلي. امبارح اتفرجت على مباراه الاهلي والمقاولين تقريبا في غياب، يعني احنا لعبنا قبل كده الجونه ولعبنا قبل كده الاسماعيلي، يعني كان الى حد ما ممكن تقول في بعض عناصر الخبره، يعني ممكن تحسب مثلا محمد هاني في اول مباراه من عناصر الخبره، عمار حمدي، صلاح محسن. امبارح شباب صرف معاهمش غير عمار حمدي، نجحوا في الحقيقه ان هم يلعبوا جيم كبير جدا، كانوا الاخطر وكانوا الاقرب لتحقيق الفوز بركله جزاء ضايعه عن طريق عمار، هدف ملغي في نهايه المباراه. لكن شوط تاني أكتر من رائع، شباب الحقيقة يفرح، يعني بصرف النظر عن النتائج كنا نتمنى إنه امبارح يحققوا مكسب كان في المتناول، كنا حاسين مباراة قريبة جدا مننا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لكن خليني أقول إنه معظم جماهير النادي الأهلي فرحانة بيكم وشايفة إنكم على قدر المسؤولية وشايفة إنكم شباب مبشر جدا وواعد جدا، إن شاء الله يطمننا على مستقبل النادي الأهلي. وبمناسبة ماتش المقاولين خليني أقول لحضراتكم إنه على صفحاتنا على السوشيال ميديا هيكون سؤالنا برضو المعتاد، مين أفضل 3 لاعبين في مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأخيرة، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إنستجرام، منتظر إجابات حضراتكم. نبدأ الحلقة معاكم ونشوف أهم أخبار وعناوين السادسة النهاردة. الأهلي راحة 24 ساعة استعدادا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة. طبيب الأهلي يمنح كوكا راحة سلبية لمدة شهر ونصف. حسام حسن يغيب لمدة أسبوعين عن التدريبات الجماعية للأهلي. وصلاح محسن يجري جراحة ناجحة في شظية القدم. المنتخب يخوض أول تدريباته في دوالا وصلاح يعقد جلسات مع اللاعبين. والكاف يختار الشناوي كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.